يا صباح الفل والخير على حضراتكم. حلقة جديدة ويوم جديد من هذا الصباح. النهاردة يوم الخميس 11 فبراير 2021. معنا مجموعة من الأخبار المتعلقة بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، المساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية وكمان الاقتصادية، واللي يمكن أثمرت زي ما احنا شفنا الأيام اللي فاتت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصة من خلال المبادئ الأساسية في إعلان القاهرة. واستكمالا لدور مصر كمان مع كل الدول العربية، هيكون معنا تفاصيل رسالة الرئيس العراقي برهم صالح للرئيس عبد الفتاح السيسي. على بقى المستوى المحلي هيكون معنا أخبار متعلقة بتفاصيل مبادرة حياة كريمة واللي بتتم في مختلف محافظات مصر، كمان الإجراءات الجديدة اللي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع قرب عودة المدارس. هتكون معنا فقرة مهمة عن استعدادات مصر لتنظيم كأس العالم للرماية، وفقرة كمان تانية عن تحذيرات أطلقها المجلس القومي للأمومة والطفولة لظاهرة استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، من مين بقى؟ للأسف من ذويهم في بعض الأحيان أو في أغلب كمان الأحيان، سعيا للشهرة وجني الأموال. وخطورة ده أهم حاجة على الأطفال، ده اللي هنعرفه إن شاء الله في فقرتنا. طيب على طول نبدأ أخبارنا. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح اتصال هاتفي مع عبد الحميد دبيبة الرئيس الجديد للحكومة الليبية، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ عبد الحميد دبيبة على نيل ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي، متمنيا له وللشعب الليبي الشقيق كل التوفيق والنجاح في إطار استعداد السلطة الانتقالية في ليبيا لتهيئة الدولة والانطلاق بها نحو آفاق التنمية. كما أكد الرئيس استعداد مصر للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الأشقاء الليبيين لاستعادة الاستقرار إلى بلادهم، وذلك امتدادا لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وانطلاقا من حرص مصر على مساعدة الشعب الليبي الشقيق في استكمال آليات إدارة دولته. وأضاف المتحدث الرسمي أن دبيبة أعرب عن شكره لتهنئة الرئيس، مؤكدا الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة. كما ثمن الرئيس الجديد للحكومة الليبية دور مصر الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة أشقائها في ليبيا في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن عميق تقديره للرئيس والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية والمساندة في المسؤولية التاريخية الملقى على عاتقهم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وده كان بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية العراق نقل الرئيس رسالة من الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على مختلف المستويات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والدعم للعراق بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السيد أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية العراق نقل للسيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص العراقي على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية. من جانبه
أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ومسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة والتحديات في هذا الإطار، حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار، كما تم التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. كما طلب السيد الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته إلى شقيقه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى القاضمي رئيس الوزراء العراقي. بالأمس كان هناك اجتماع مهم لمجلس الوزراء تم مناقشة العديد من الملفات، منها طبعا نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة اللي هتكون نقلة حضارية في حياة كل المصريين. عندنا الحي الحكومي، البرلمان، أكبر مسجد، أكبر كنيسة، طفرة حدثت في الفترة اللي فاتت. في هذا الإطار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تطرق خلال هذا الاجتماع امبارح إلى الزيارة اللي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عندما طبعا ذهب إلى العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات سعيا للانتهاء من مختلف الأعمال، خاصة بقى متكلم عن الحي الحكومي وتأسيسه بالكامل، لأنه الفترة اللي جاية خلاص هنشهد بدء نقل الموظفين بشكل تجريبي وتدريجي في النصف الثاني من هذا العام، على أن تتولى بعض العناصر من الموظفين تشغيل البرامج الإلكترونية التشاركية في كل وزارة، لأنه احنا يمكن اتكلمنا أكتر من مرة أنه بالفعل الموظفين بياخدوا تدريبات ازاي يتم التعامل مع ملفات المواطنين الكترونيا، التحول الرقمي كمان يمكن دي جهود الدولة الفترة الأخيرة، فلازم يكون في متابعة ومواكبة من قبل الموظفين على يعني الأسلوب والتقنية الجديدة اللي هيتم التعامل بيها طبعا في العاصمة الإدارية الجديدة. للمزيد من التفاصيل معنا الأستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. بالأمس ربما تم التطرق إلى الكثير من الملفات، الكثير من المواضيع بمجلس الوزراء، منها طبعا انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منها كمان عزبة الهجانة وإزاي هيتم تطويرها كمان الفترة الأخيرة. يعني بشكل كده مبسط، أهم القرارات اللي اتخذت بالأمس. يعني من أهم القرارات هو التزام الحكومة بتنفيذ يعني ما جاء في مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالمناطق العشوائية، سواء على مستوى القاهرة الكبرى أو حتى في المحافظات، وزي ما حضرتك ذكرتي يعني مثلا منطقة عزبة الهجانة. مش عايز أقول لحضرتك لو أنت بتقارني التخطيط بالثروة العقارية اللي موجودة في عزبة الحجانة هتلاقي يعني حاجة رهيبة جدا، يعني ايه في منتهى التضاد بين الاثنين، عندك برج وعندك يعني مباني شاهقة هناك وشوارع ومرافق ضيقة جدا. يعني لو حصل كارثة لا قدر الله في هذه المنطقة لا عربيات اسعاف تقدر تخش ولا مطافي تقدر تخش. وبعدين خلي بالك احنا دلوقتي اي مكان في مصر او في القاهره الكبرى او وحتى في المحافظات انت بداتي تعتمدي على مرافق مختلفه تماما، زي مثلا الغاز الطبيعي على سبيل المثال، فلو حصل كارثه لا قدر الله هناك صعوبة في الوصول إلى المكان. أعتقد أن إحنا يمكن شفنا نتاج مخلفات البناء في الفترة الأخيرة وما حدث طبعا في فيصل. بالضبط صحيح، يعني واخد بال حضرتك
فهنلاقي ان الحكومه بدات او على طول على الفور بتقوم بتطوير المناطق العشوائيه. وبعدين لو بصينا يعني لتعامل الحكومه مع هذه المناطق هتلاقي في مناطق من الممكن تطويرها، مناطق يستحيل تطويرها يعني في المناطق العشوائيه، ومناطق اقل خطوره. وبالتالي انت بتيجي على المناطق التي يستحيل تطويرها وتقومي بعمليات هدم كاملة. ولذلك هنجد مثلا تل العقارب في السيدة زينب أو روضة السيدة زينب، شوفيها دلوقتي حاجة مختلفة جدا. شوفي حي الأسمرات، فبنجد وخلي بالك هناك ما عادش زي زمان من ثلاث أربع عقود فاتوا لما كنت تيجي تقولي للمواطن احنا هنطور المنطقة دي كان يخاف. يخاف ايه؟ ما خلاص مش هياخد حاجة. وبالتالي هنجد ان الوضع اختلف، اصبح هناك ثقة بين المشروعات التي تقدم للمواطنين والمواطن وثقة المواطن في المسؤولين. ولذلك هنلاقي مناطق اتطورت بسهولة جدا. يعني ايه؟ بتقولي له تعالى وبتعرضي عليه خيارات كثيرة جدا، اما بديل اما فلوس اما سكن بديل في اي مكان. بالامس كان الحديث اكثر عن عزبه الهجانه وازاي هيتم تطويرها كمان الفتره اللي جايه وازاي هيتم تقديم الخدمات ليها، لانه ربما هذه المنطقه يعني هي تعتبر من المناطق المتهالكه العشوائيه، ما فيهاش خدمات، فمحتاجه تطوير كبير جدا. وفي اهم مناطق مصر يعني في بعد مدينه نصر مثلا على سبيل المثال، وانت عندك عمليات تطوير في كل هذه المناطق، يعني عندك التجمع الخامس، عندك بترميل الطرق الدائري والمحور وخلافه، وبالتالي لابد من التعامل مع هذه المنطقه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الحكومه في ملف التطوير برضو يعني بتقوم الان بعمليات حصر بالتعاون مع المحافظين في كل المحافظات لاي اراضي فاضيه. فاضيه بمعنى ان تستطيعي انك تاخديها وتعملي عليها مساكن جديده، ثم تقومي بنقل سكان العشوائيات الى هذه المناطق. الحكومه بتستهدف حوالي 500 ألف وحده سكنيه خلال الفتره القادمه. ده يمكن من اهم الامور اللي ناقشها مجلس الوزراء، بالاضافه طبعا لعمليات الانتقال الى العاصمه الاداريه الجديده. معدلات التنفيذ عاليه جدا في العاصمه الاداريه، وبالتالي الحكومه ستبدا النقل التدريجي اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي. احنا عندنا نقطة تانية يا فندم ما يتعلق باستعراض دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة جهود الوزارة في دعم صحة المرأة وانعكاس هذه المبادرات، استمرار هذه المبادرات للكشف على السيدات بالرغم طبعا من أزمة كورونا، ايه اللي هيتم الفترة الجاية بإذن الله؟ يعني احنا عندنا طبعا وزارة الصحة بتعمل في اتجاهين. يعني اولا قبل كورونا احنا كان عندنا حاجه اسمها القضاء على قوائم الانتظار في القطاع الصحي، في الصحه يعني عموما وفي المستشفيات. ثم جاءت ازمه كورونا، فاصبح يعني كان التعامل كان صعب جدا على اعتبار انك لازم تمشي في المجالين بالتوازي. بالتوازي بمعنى انت عندك قوائم الانتظار دي، البعض بيسمع كلمه قوائم الانتظار يقول لك ايه، مثلا واحد عايز يعمل حاجه او علاج او عمليه في عينه بس ممكن ينتظر. لا، في عمليات ثانيه لا يمكن ان ينتظر فيها المريض في امراض كثيره جدا. وبالتالي كان هناك الوزاره كانت بتتصرف في الاتجاهين بالتوازي. ولذلك هنجد ان يمكن الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه عرضت يعني جانب من القضاء على قوائم الانتظار، وطبعا دي كل الامراض مش حاجه واحده، في المستشفيات العامه والحالات الجراحيه، يعني في حاجات بتحتاج تدخلات جراحيه يمكن استفاد منها خلال الفتره الماضيه 215 الف مريض. ده في الوقت اللي انت بتخصصي فيه مستشفيات الصدر والحميات وخلافه اللي هي مستشفيات للعزل،
والتعامل مع كورونا. طبعا يعني دي اعتقد مهمه صعبه جدا. صحيح. في الوضع الحالي، وطاقه او ضغط كبير جدا على القطاع الصحي. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا وعلى كل هذه التفاصيل، شكرا لك يا فندم الاستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي. الفترة الأخيرة وفي ظل طبعا جائحة كورونا، الدولة المصرية وفرت الكثير من التسهيلات، وفرت الكثير من الوسائل للطلاب علشان خاطر تسهل لهم عملية التعليم، سواء من خلال بنك المعرفة، من خلال التوجه نحو التحول الرقمي، الامتحانات الإلكترونية، وغيره من الطرق والوسائل اللي حاولت من خلالها ان هي تسهل على الطلبة وتسهل كمان على الأهالي حفاظا على حياتهم وأرواحهم وصحتهم. ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الحقيقة نشر كمان انفوجراف كان بعنوان إجراءات الدولة لتعزيز قدرتها على أو في التعليم عن بعد والتكيف مع جائحة كوفيد-19، واستعرض أبرز جهود الدولة خلال عام 2020 في إدارة وتسهيل عملية التعليم عن بعد أثناء الجائحة. تمكنت الحكومة من تطبيق أكبر منظومة امتحانات إلكترونية، تم إجراء امتحانات إلكترونية لنحو 1,200,000 طالب إلكترونيا بنهاية العام الدراسي 2019-2020، بواقع 10,400,000 امتحان، فضلا عن تلقي أكثر من 19,000,000 مشروع بحثي وتم تقييمها إلكترونيا. الأستاذة منة ممدوح مسؤول ملف التعليم في بوابة أخبار اليوم، صباح الخير. صباح النور. التحول الرقمي والتسهيلات اللي قدمتها الدولة المصرية لإتمام عملية التعليم وبالأخص طبعا يعني الإي ليرنينج أو عن بعد، إزاي الدولة قدرت أن هي تنفذ ده الفترة الأخيرة واستجابة الطلاب كمان للتعليم عن بعد؟ الدولة الحقيقة مش بادية من الفترة دي بس، احنا بقالنا حوالي الدولة بدأت من حوالي 3 سنين الاتجاه التعليم الإلكتروني، فبدأت بإنشاء بعض المنصات الإلكترونية، وده بصراحة ساعدنا كتير إن احنا نعدي بسلام من خلال جائحة كورونا. عملت منصات إلكترونية كتير زي مكتبة بنك المعرفة ومنصة إدمودو وحصص مصر، ده شامل جميع المراحل المختلفة، يعني من أول المرحلة الابتدائية لغاية المرحلة الثانوية والتعليم الفني. عملنا زي ما حضرتك قلتي في 10,000,000 امتحان إلكتروني لطلاب المرحلة الثانوية، تم توزيع حوالي 1,300,000 تابلت للطلاب، ده بخلاف يعني ده للطلاب فقط، في 2,000,000 تابلت اتوزعوا للطلاب والمعلمين. في كمان القنوات المدرسيه او القنوات الدراسيه اللي اطلقتها وزاره التربيه والتعليم زي قناه مدرستنا واحد وقناه مدرستنا اثنين، القنوات دي بتبدا بتنزل كل اسبوع جدول حصص للطلاب
الطلاب على اساسه بتبدا ان هي تتابع الدروس بتاعتها. بالاضافه في بعض المنصات في تواصل مباشر بين الطالب وبين المعلم زي منصه ادمون. بس فده ده نوع من يعني الدوله فكرت فيه بقى لها 3 سنين، وده حاجه كويسه جدا ان احنا قدرنا يعني ما وقفناش دراسه. لو ما كانش فيه التعليم الالكتروني ده اللي الدوله فكرت فيه كان زماننا احنا دلوقتي موقفين دراسه من زمان. الطلاب بقى الاستجابه للتعليم عن بعد طبعا هو موجود زي ما حضرتك ذكرتي من 3 سنين وبدات الدوله تتوجه اليه، ولكن هو طبعا انتشر وزاد الفتره الاخيره نظرا للظروف اللي احنا فيها. الطلاب بقى يعني مدى استجابتهم للاي ليرنينج من الطلاب واولياء الامور كمان كمان هم شايفين ان هو ساعد بنسبه كبيره جدا في القضاء على الدروس الخصوصيه. دي كمان من اهم الحاجات اللي قامت بيها الوزاره والدوله، ان هي طبعا تواجه الدروس الخصوصيه اللي كانت بتؤرق الاهالي بشكل كبير. فصحيح يعني التعليم الالكتروني او الامتحانات الالكترونيه قضوا تماما، مش عايزه اقول تماما بس بنسبه كبيره جدا على الغش وعلى الدروس الخصوصيه. دلوقتي الدوله او الوزاره بقت بتوصل المدرس لغايه جوه البيت. والوزارة عايزين برضو نأكد على الحتة دي، الوزارة أكدت أنه امتحانات الترم الأول هتعقد في ميعادها، يعني مفيش تأكيد بعد يوم 14 فبراير القادم اللي بالحد القادم. وزير التربية والتعليم هيعلن كافة التفاصيل عن امتحانات الفصل الدراسي الأول وعن بدء الفصل الدراسي الثاني. بس هو لغايه دلوقتي في شائعات كثيره طلعت ان امتحاناتها هتتأجل. لا هو الكلام ده الكلام ده مش صحيح، الوزاره نفته طبعا. تمام، مجرد اشاعات. انا بشكر حضرتك على مشاركتك معانا، الاستاذه منى ممدوح مسؤول ملف التعليم في بوابه اخبار اليوم، شكرا لك يا فندم. أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هناك العديد من المشروعات اللي بيعكف المعهد على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. على سبيل المثال في مجال الفلك يعمل على مشروع المرصد الفلكي الجديد، وضح أنه المعهد توصل لموقعين لإنشاء المرصد الجديد، أحدهم في قمم جبلية في جنوب سيناء والتاني في الصحراء الشرقية قبل الغرداء بحوالي 50 كيلو كده. هنعرف تفاصيل أكتر وإيه اللي هيتم الفترة اللي جاية. معانا الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير دكتور جاد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير حضرتك، أهلا بيك. المشروعات يا فندم الجديدة اللي شغالين عليها أو المعهد شغال عليها حاليا؟ والله احنا عندنا في المعهد السنة دي عندنا أكثر من مشروع. هنتكلم في مقطع الفلك، يعني بدأنا بقالنا مشروع إنشاء المرصد الفلكي الكبير ده. احنا اخترنا موقعين جبلين، يعني أحدهم في جنوب سيناء والثاني في الصحراء الشرقية، وشغالين في الموقع توصل للتصميم النهائي للمرصد ويتم إنشاؤه إن شاء الله. في مجال أبحاث حاليا شغالين في إنشاء محطة للأقمار الصناعية بالتعاون مع الجانب الصيني هنا في حلوان، وان شاء الله محطه ثانيه هنبدا من العام القادم اللي هو من يوليو اللي جاي ان شاء الله في منطقه ابو سمبل. في مجالات الجيوفيزياء ويمكن على راسها الزلازل، تم في خلال الشهرين الماضيين انشاء 3 محطات في اماكن مختلفه على مدار انحاء الجمهوريه، وبنهايه العام المالي ده في محطتين كمان هيتم اكمال انشائهم ويدخلوا الخدمه. الهدف ان احنا لما بنكثف تخطيط محطات الشبكه القوميه للزلازل لانحاء الجمهوريه لرصد كل الزلازل بتحصل في انحاء الدوله. في اكثر من مشروع، شبكات المياه الجوفيه، شبكات الاثار، الجزء الخاص بالمواقع الزيارات الافتراضيه للمواقع الاثريه. في مشروعات مموله من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. أعضاء بالشراكة مع دولة إنجلترا من خلال برنامج نيوتن المشرفة، البعض الآخر كان ذات من المعهد. عدد كثير من المشروعات الخاصة بالبحث عن مصادر
الطاقه البديله اللي هي عباره عن طاقه الحرب الجيوثيرمال. يعني ده اختار كده عدد المشروعات اللي هي حاليا. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا يا فندم وعلى كل هذه التفاصيل، دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. في 2 يناير 2019 كانت ضربة البداية لمبادرة حياة كريمة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في كل قرية مصرية. أكد الرئيس الدخول على مراكز كاملة بالقرى وتوابعها لتوفير حياة كريمة. تضافرت جهود الوزارات والهيئات والمجتمع المدني والشباب المتطوعين وجرى العمل تحت مظلة واحدة. وفي عام 2021 وفي المرحلة الأولى استهدفت الجهود 375 قرية في 14 محافظة بإجمالي استثمارات بلغ تقريبا أكثر من 13 مليار جنيه بإجمالي 4.5 مليون مستفيد. جرى تنفيذ 600 مشروع وجاري استكمال 1580 مشروع. أنا عندي أحلام كثيرة جوا نفسي أحققها كلها. أنا أحس إن نفسي مواطن من البلد دي. الحياة فيها نوع من الكرم، فيها نوع من العزة. في كل شبر في أرض مصر خير ما بينتهيش. محروسة كفت ووفت ورسمت قدام عينيها الهدف الكبير، إزاي تسند ولادها وتعيشهم حياة كريمة. نفسي في حياة كريمة. وضربة البداية كانت في 2 يناير 2019 بتكليف من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة حياة كريمة لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في كل قرية مصرية. هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها، عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما بقاش فيها حاجة ناقصة خلاص. وفي 2021 بنحصد جزء من اللي أنجزناه، وأخيراً شفنا ابتسامة المصريين منورة وشوشهم. حياة كريمة نقلتني من مكان لمكان آخر. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، أوضتين وصالة. عملوا لي بيت وودوني قارب والحمد لله. والبيت حلو يخش جوه شوفيه، بدي أقول الحمد لله على الحل اللي إحنا بنا فيه. يعني محولات، يعني تدعيم للأعمدة، لمنازل للغلابة والمساكين. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حديد. حياة كريمة عملت كثير على مستوى الجمهورية، عملت شغل عملاق كبير. كان المنتفع لما يجي ما بيلقاش طبيب وما بيلقاش ادويه، حاليا بيجي بيتلقى الخدمه من طبيب، من تمريض، بيلاقي الاجهزه اللي محتاجها، بيلاقي الادويه اللي محتاجها. حاسين ان احنا عشنا، احنا بقينا بني ادمين، وحياه اي حياه كريمه. هو الاسم على ما يسمى. الشغل كان ليل نهار، وبعد ما كان الكل بيشتغل في جزر منعزله، اتجمعت الجهود تحت مظلة واحدة، الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وكمان المتطوعين اللي شغالين على الأرض. نفذنا الخطة على مراحل. المرحلة الأولى استهدفت النهوض ب 375 قرية في 14 محافظة وإجمالي استثمارات وصل ل 13.5 مليار جنيه. وفي المرحلة الثانية هنوصل ل 1500 قرية على 51 مركز في 20 محافظة بمتوسط استثمارات 150 مليار جنيه. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبدا. ينصر ربنا ويخلي البلد إن شاء الله ماشية في الاتجاه الصح، وإن شاء الله تبقى أحسن من كده، وندعي للرئيس يا رب ربنا يخلي لنا ويمشي في اللي هو ماشي فيه صح. مصر دي إن شاء الله محفوظة، ومحفوظة من زمان السنين. محروسة والله. في سكتهم ماشيين، ومهما الدنيا بتيجي عليهم دايما رغيب. حياة كريمة.
مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. لكل مصرية، لكل مصري. بعد النجاح الكبير اللي حققته مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد وسط إجراءات احترازية مشددة، وكان الحقيقة تنظيم أكثر من رائع لفت أنظار العالم، مصر كمان تستضيف بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، وده هيكون من 22 فبراير حتى 5 مارس على ميادين الرماية بنادي الصيد، هيكون في الجيزة في 6 أكتوبر. البطولة بيشارك فيها 400 رامي ورامية يمثلون 31 دولة. تفاصيل أكتر هنعرفها من ضيفنا سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية. صباح الخير. صباح النور وصباح الخير على السادة المشاهدين. يعني يبدو كده ان احنا على موعد مع عام استثنائي رياضي رائع لمصر بإذن الله الفترة المقبلة، وبالأخص طبعا بعد نجاحها في تنظيم مونديال اليد اللي لفت أنظار العالم. كمان عندنا هذه البطولة، ودي تعتبر كمان بطولة مهمة، عايزين نتكلم عن آخر الاستعدادات، إيه اللي هتم الفترة الأخيرة استعدادا طبعا لاستضافة مصر ل 400 رامي ورامية، 31 دولة، عدد يعني مش قليل. طبعا احنا بنعمل استعدادنا على اكبر واعلى مستوى، لان احنا شكلنا لجان سواء من اللجان الطبيه بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه، ان احنا اول حاجه هي الاجراءات الاحترازيه اللي كل الدول دائما وابدا حريصه ان هي تيجي تشارك، ولكن في حدود الامن الصحي له. احنا في ضوء هذه التعليمات الاحترازيه احنا عملنا عدة اجتماعات مع ممثلي اللجنة الطبية، اللي هم طبعا طلعنا بعض التعليمات اللي احنا اصدرناها وارسلناها للاتحاد الدولي اللي هو عممها على دول العالم، وبالتالي احنا في اتم الاستعداد من ناحية الطبية. من ناحية استضافة الوفود، احنا مصر عندنا محافل كثيرة في استضافة البطولات، عملنا استضافة عدة بطولات كثيرة، ويمكن عندنا خبرة كبيرة جدا بنستفيد من مونديال الكرة اليد اللي نجاح مبهر، وفي نفس التوقيت احنا بنحاول في تحدي كبير ان احنا نستضيف هذه البطولة عشان العالم كله يرى ان مصر قادرة على استضافة بطولات واحداث دولية في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم بالكامل، والتي لم تستطع استضافة اي احداث مثل مصر. مصر دولة كبيرة لها كيان مؤسسات، وبالتالي تواجدنا في الساحة العالمية ده بيدي المكانة الطبيعية لمصر أمام العالم أجمع. طيب هل سيتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية زي ما حصل في مونديال اليد، اللي هي فكرة أنه جميع البعثات المشاركة تخضع للحجر الصحي منذ وصولهم وما يتحركوش إلا يعني في نطاق الفقاعة اللي تم تحديدها؟ طبعا احنا هنستفيد من هذه الخبره وهنعمل نفس نظام الفقاعه، بس طبعا بيكون باجراء احترازيه اكثر، لان احنا هنكون متواجدين معانا لجنه طبيه، متواجدين معانا طاقم دايما بيعمل الفحص البي سي ار باستمرار قبل عند الوصول وقبل دخول المسابقات وقبل المغادره، بحيث ان احنا نطمن انه اللاعبين ليس لديهم اي امراض، بل بالعكس احنا بنحافظ عليهم، ومحافظتنا عليهم دي هتنقل صوره كويسه جدا. مثل ما حدث في مونديال كرة اليد هننقل هذه الصورة في جميع المسابقات. تعليمات سيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن احنا نمشي بنظام الفقاعة وبنظام الذي تم تطبيقه في كرة اليد، علشان دي خبرات مستقبلية، وتكون نجاح استضافة البطولة هي نظام عمل متكرر. يعني كل البطولات العالم اللي هتقام ان شاء الله الفتره الجايه في مصر، احنا تقريبا على موعد مع 4 بطولات منها هذه البطوله، هتكون بنظام الفقاعه الطبيه. بالظبط كده، واحنا ان شاء الله قادرين ان احنا نستضيف. دي رساله جميله لدول العالم، نقول لهم ان مصر قادره على استضافه اي حدث عالمي في اي توقيت في الوقت اللي العالم كله في حاله سكون وركود وعدم استضافة البطولات، عدم وجود نشاط عالمي. احنا مصر بنستضيف، ومصر تفتح البلد لأي لاعب من أي لعبة في أي مكان في العالم إنه يدخل مصر ويشارك في البطولة ويذهب ويرجع آمنا سالما.
وفي نفس الوقت ده برضو ليه رسالة للمستثمرين، يعني تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتشجيع كمان السياحة في ظل التوقيت الحالي. ففي الحقيقة يعني إحنا رابحين في جميع الاتجاهات. طيب إحنا عندنا 400 رامي ورامية هيكونوا موجودين من 22 فبراير لحد زي ما أوضحنا 5 مارس. إيه الإجراءات اللي هيتم اتخاذها؟ الإجراءات الاحترازية في الأماكن، في أماكن تواجدهم، في حتى أماكن أكيد كمان هيكون ليهم يعني بعض الزيارات السياحية في بعض الأماكن، يعني أكيد في جدول محطوط، في إجراءات احترازية محطوطة ليهم إن شاء الله. طبعا الاجراءات الاحترازيه البدايه بوصولهم هم بيكونوا معاهم شهاده بي سي ار بتحليل سلبي بنتيجه سلبيه، ثم بمجرد وصولهم يتم عمل اجراء بي سي ار اخر، وعندنا حالتين. الحاله الاولى اللي هي اذا كان سلبي فبيستكمل اجراء المسابقات، اذا كان ايجابي بيتم عزله في احد المستشفيات اللي احنا بنتعاقد معها، ثم يستكمل مبارياته قبل سفره بثلاث ايام بنعمل له بي سي ار تاني علشان نتاكد ان هو ما عندوش اي ما عندوش اي حاجه من مرض الكورونا، ثم بيغادر. احنا مده الرامي اللي بيقضيها في مصر تتراوح من 5 إلى 6 أيام، في هذه المده هنعمل من 3 إلى 5 بي سي ار تيست، وده معناه ان احنا تقريبا كل يوم بعد يوم بنعمل له اختبار. الحاجه الثانيه، كل الاماكن سواء التحركات بساط او اماكن ميدان الرمايه بالسادس من اكتوبر نادي الصيد او اماكن الاقامه كل يوم يتم عمل تطهير ليهم، واحنا ان شاء الله هنوزع عليهم مطهرات ومسكات عشان كمان ما يبقاش في اي حاجه من هم يكون ناقص عندهم اي امكانيات خاصه بالتطهير. بالاضافه ان تواجد لجنه طبيه مقيمه دائما وابدا في مكان الرمايه وفي مكان الاقامه، اللي الهدف منها ان هم معاونة ومساعدتهم وملاحظتهم لو في أي مشكلة طبية. ده في حد ذاته طلع في صورة تقرير اتبعت وتعليمات الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي عمم هذه التعليمات على دول العالم اللي بدورها كان لها نوع كبير من الطمأنينة عن وصول الوفود الخاصة بهم في مصر. طيب احنا يعني لو ناس دلوقتي حابة ان هي طبعا تشارك او تعرف تفاصيل اكتر عن هذه اللعبة الرماية، قواعدها ايه، اسلوب اللعب، بتتلعب فين، يعني عايزين نعرف كده القواعد بتاعتها. طبعا احنا لو اتكلمنا عن بطولة كاس العالم للخرطوش اللي هي سوف تقام هذا الشهر، دي نوع من الرماية العالمية ومسابقاتها معترف بها دوليا، وسوف يتم مشاركة فيها في أولمبياد طوكيو هذا العام إن شاء الله. هي عبارة عن مسابقة بيتم الضرب بالرماية بها على أطباق بتكون في حفر أو في أبراج، بتسمى رماية التراب أو رماية الإسكيت. ده نوعين الرماية اللي موجودين فيها، بيشارك فيها الرجال والسيدات والخليط من الرجال والسيدات، يعني كل دولة بتعمل فريق مكون من رجل وانثى او رجل وسيده، بيشاركوا فيها كفرق ويتسابقوا على الحصول على ميداليه. تقريبا ده الحاجه المبسطه عن هذه الرمايه. الرمايه ديت بنقدر نقول ان هي منتشره في انديه الصيد في سواء في القاهره او في اسكندريه، في نادي انديه وادي النطرون، نادي الشمس، في القوات المسلحة، يمكن هي دي الأندية اللي تمارس رماية الرماية بالخرطوش. الرماية فيها أنواع أخرى مثل البندقية والمسدس، ولكن بطولة كأس العالم هذه المرة على الخرطوش فقط. من سن كم يا فندم ممكن إن احنا نلعب أولادنا هذه اللعبة أو هذه الرياضة يعني؟ احنا السن اللي احنا السن المسموح به اللي هو من 16 سنة إلى انفينيتي أو ما لا نهاية، لأنه لعبة الرماية لعبة الوحيدة التي ليس لها سن في يعني ممكن نلاقي يعني ناس كبيره في السن بتشارك في المسابقه. احنا فعلا بطوله العالم بطوله العالم كان فيها ناس روما سنهم 60 سنه وحصلوا على ميداليات في اولمبياد ريو دي جانيرو، اذا هي ليس لها عمر في النهايه ولكن في البدايه 16 عام، لانه البندقيه اللي بيمارسوا بيها هذه الرياضه بتعتبر ثقيلة على الرماة وغير مسموح ان هم يمارسوا بها حتى لا يحصل لين في العظام لديهم. إذن احنا
بنبتدي السن من 16 عام ولكن السن مفتوح للممارسة. أكثر الدول المتميزة في هذه الرياضة ووضع مصر إيه كمان؟ أكثر الدول المتميزة ألمانيا وأمريكا وفرنسا والهند وتركيا وإيطاليا، دول الدول القوية جدا في رماية الخرطوش، وإحنا الحمد لله عندنا من الرمال العالميين عزمي محلبة مؤهل لأولمبياد طوكيو والحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم والمركز الثالث على مستوى العالم، أحمد توحيد زاهر الثاني على مستوى العالم ما شاء الله، عزمي في رماية السكيت وأحمد توحيد في رماية التراب، أحمد أمر أيضا كان خامس أولمبياد طوكيو برضو في رماية التراب، ماجي العشماوي في رماية التراب سيدات، عندنا عبد العزيز محلبة في رماية التراب رجال، عندنا أبطال كثيرين طبعا، ولكن إحنا عندنا بنقول إن دي فرصة كبيرة للاحتكاك، لأن إحنا لازم برضو نقول الواقع والحقيقة إنه من شهر مارس الماضي حتى الآن لم يقام أي بطولة دولية للرماية عموما، وده بسبب جائحة كورونا، فدي فرصة كبيرة جدا إن إحنا نشارك في بطولة على أرضنا. فرصنا في الفوز قد إيه تقريبا بنسبة قد إيه؟ الأبطال بتوعنا أو إن إحنا الأول يعني إن شاء الله، أنا متوقع إن شاء الله من ميداليتين بإذن الله، سيدات ولا رجال؟ يعني عندنا فرصة إن شاء الله من ميداليتين، لا إن شاء الله يبقوا رجال، وربنا يوفق السيدات في الفريق المختلط يكون في لينا ميدالية. والبطولة دي مش مؤهلة لأن التأهيل تم الانتهاء منه وتحديد المؤهلين بالفعل، ولكن هي بطولة عالمية وأول بطولة تقام في مصر منذ عام 2009، والاتحاد الدولي ثقة في مصر من ما لها من قدرات في بنية تحتية وفي إمكانية استضافة البطولات أسند إلينا هذه البطولة، ومش كده كمان يمكن قال لنا رئيس الاتحاد الدولي وأبلغني شخصيا إن إحنا إن شاء الله العام القادم كمان هناخد بطولة كأس عالم، لأن إمكانيات مصر الآن كانت في مرتبة عالية، ما زالت في مرتبة عالية، يمكن الاتحاد الدولي الآن دلوقتي بيضع أنظار مصر في مرحلة وفي مكان في مكان مختلف بعد استضافة مونديال كرة اليد. طيب اتحاد الرماية من المفترض ان هو كان بيستهدف انشاء مركز تجاري علشان يبيع مستلزمات اللعبة، يعني عايزين تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. دي معظمها بيجي من خارج القاهرة، لكن احنا بنساهم ونساعد ان الاندية او الافراد في استيراد هذه المستلزمات، وده طبعا بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة والموافقة من وزارة الدفاع. احنا فندم اهم يعني 31 دولة هتبقى موجودة وبتشارك في هذه البطولة، اهم الدول او تقريبا الدول اللي هتبقى يعني مشاركة هنا او موجودة عندنا او البعثات اللي هتكون موجودة في مصر، وكمان هل هيكون في زيارات بقى لبعض المناطق السياحية زي ما حصل في مونديال اليد؟ احنا طبعا اهم الدول عندنا الهند وعندنا روسيا، روسيا جايب بعثة كبيرة جدا حوالي 46 رامي ورامية، وعندنا كمان أذربيجان، وعندنا دول لبنان، عندنا في رامية في لبنان بطلة عالم، الدول دي هتنافس بمنافسة شرسة جدا، ده الجزء بالدول اللي هي اكثر قوة في هذه البطولة حتى الان. الزيارة طبعا احنا بنحاول ننسق على زيارات سياحية ليهم من خلال وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وبالتعاون مع اللجنة الطبية، احنا عاوزين نأمن تواجدهم في داخل مصر وفي نفس التوقيت يكونوا تحت الإشراف الطبي وزيارة الأماكن السياحية، كل ده هيتعمل ببرنامج في التوقيتات المتاحة لهم في المسابقة، لأنه في توقيت هم بيتدربوا فيه وما يقدروش يروحوا يزوروا أي مكان سياحي، لكن ده هيتم من خلال تنسيق من الجهات المعنية سواء وزارة الشباب وزارة السياحة ووزارة الصحة طبعا من اللجنة الطبية الموجودة حاليا في الاتحاد المصري. احنا كنا شفنا في مونديال اليد كان في فولنتيرز، كان في متطوعين في تنظيم البطولة، احنا عندنا برضو في بطولة الرماية هل تم فتح باب لو حد حابب ان هو يشارك يتطوع في تنظيم هذه البطولة؟ هيبقى في حفل كاس عالم مثلا؟ ده
لا الحفل كاس العالم دوت مش هنقدر نعمل حفله خالص كاس العالم طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي، لكن احنا هنعملها اونلاين بحيث ان يكون في كلمات من رئيس الاتحاد الدولي والسيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وكلمه مني، لانه تحسبا لعدم وجود اي تجمعات، ويمكن يتم الاتفاق على تعديل هذا مع السيد وزير الشباب والرياضه. الجزئيه الثانيه المتطوعين، احنا باب المتطوعين احنا ما عندناش كم كبير بنحتاجه في المتطوعين في الرمايه، لانها تحركاتنا وتواجدنا كلها في اماكن محدوده وليس لهم اي تدخل الان، لكن لو احتاجنا طبعا احنا هنفتح باب التطوع وعندنا ناس كثيرين متقدمين لهذه الوظيفه. طيب يمكن في تنظيم اي بطوله بيكون هناك بعض الصعوبات، احنا طبعا عندنا جائحه كورونا دي من اهم برضو الصعوبات اكيد اللي واجهت حضراتكم، ايه الصعوبات الثانيه اللي كانت موجوده وقدرنا ان احنا نتغلب عليها؟ احنا عندنا كان صعوبه كبيره جدا في متطلبات الاذاعه والتلفزيون في الفتره الماضيه، ولكن الحمد لله تم الاتفاق مع احدى القنوات على تنظيم الاذاعه طبعا بالتلفزيون على الهواء، لانه الاتحاد الدولي له اشتراطات معينه في اذاعه المسابقات. هو الموضوع بالنسبه له مش موضوع كاميرا، هو الموضوع بالنسبه له انه بيستخدم الفار سيستم، بيستخدم كاميرات كثيره عشان يقدر يجيب كل يغطي ميدان رماية بالكامل، وبالتالي تم التغلب على هذه الصعوبات. اي صعوبات اخرى انا لاول مره اقول انه وزاره الشباب والرياضه مع اللجنه الاولمبيه المصريه مع نادي الصيد متواجدين معايا تقريبا يوميا باتصال مباشر لحل مشاكل، اي مشاكل تقابلني في استضافه هذه البطوله. يمكن احنا ما عندناش اي مشكله الان الحمد لله، وزاره الداخليه متعاونه جدا معانا في كل التصاريح اللازمه لاستضافه ودخول الاسلحه الخاصه بالرماه. اذا احنا ما عندناش تقريبا مشاكل الان، يمكن لو في حاجه اعمال اداريه وكلها بيتم الانتهاء منها من خلال وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه. احنا هنا يا ست اللواء بنقول ان مصر كانت ايضا حاضنه لاستضافه بطولات على المستوى العربي والقاري والدولي، ومصر يعني او الاتحاد بشكل عام لديه من الخبرات والامكانات ان احنا نطلع بصوره مشرفه وبصوره مثاليه تنقل يعني وجهه مشرفه عن مصر باذن الله من خلال تنظيم هذه البطوله. لدينا يعني تجارب ولدينا خبرات في هذا الموضوع. طبعا احنا بالنسبه لنا خبراتنا في استضافه البطولات خبره كبيره جدا، لان احنا مش اول بطوله بنستضيفها، احنا استضفنا بطولات كثيره، عندنا منظومة العمل متكاملة وموجودة، ومنظومة العمل ديت عارفة كل لجنة بتعمل ايه في التخصص بتاعها. يعني عندنا لجنة المطار، عندنا الاستقبالات، عندنا لجان النقل والمواصلات، لجان الاي دي الخاص باللاعبين، لجان اللجنة الطبية، اللجان الفنية، يعني اللجان المشكلة من قبل الاتحاد هي نقدر نقول ان هي نموذج يمكن بيكبر هذه المره. يعني لو احنا عندنا لجنه خاصه بالاستقبال في المطار فكان بتبقى لجنه واحده، احنا النهارده هنخليها ثلاث لجان عشان تستطيع تغطيه نزول واستضافه الوافدين للاشتراك في البطوله في ثلاث مطارات في ان واحد. اذا الخبره موجوده عندنا، احنا بقى النهارده بنحسن الخدمه بخبرات سابقه من البطولات اللي احنا نظمناها، بالاضافه لخبرات كاس العالم من مونديال كره اليد، بالاضافه ان احنا عندنا كمان من المعلومات الكبيره والتنظيميه الخاصه بالاستضافه بتساعدنا ان احنا نشوف رؤيه واضحه ازاي نقدر نخدم ونساعد دخول هذه الدول في مصر. صحيح، لانهم كل دوله بتيجي داخله مصر بيبقى لها انطباع، اول انطباع بيكون لدى وصولهم المطار. كل ده احنا منظمينه أكثر من مرة، يمكن هنحسن أدائنا في كل مرة ونستضيف الوافدين أو المشاركين بصورة أحسن من كل بطولة تم استضافتها من قبل. ده يعني بالنسبة على مستوى طبعا تنظيم البطولات أو الاتحاد تنظيمه لمثل هذا النوع من البطولات، وتكلمنا كمان عن العائد الاقتصادي والسياحي والاستثماري لتنظيم مصر لبطولات عالمية. طيب أنا عايز أتكلم برضو عن العائد الفني، العائد الفني من خلال احتكاك اللعيبة بأفضل الرماة على مستوى العالم، ده إزاي هيزيد كمان من خبرتهم الفترة اللي جاية؟
والله دي نقطة جميلة جدا، ان احنا بينقصنا حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية ان كان يبقى في بطولات خارجية عشان نشارك فيها. الخبرات دايما بتتناقل من الاحتكاك بين الرماة بعضهم ببعض في خلال المسابقات الدولية، يبقى النقطة دي احنا اكتسبناها وموجودة على أرضنا في وجود كوكبة كبيرة من الرماة على مستوى العالم. يبقى إذا الناحية الفنية احنا نستفيد منها بوجود رماة العالم في مسابقات، في مسابقة دولية عالمية على أرض مصر بوجود ومشاركة أكبر عدد من الرماة المصريين. الاحتكاك دوت في حد ذاته بيخلينا دايما وابدا عارفين مين اللي يشارك معانا، وعارفين نتائجهم ايه، وعارفين احنا نتائجنا ايه، وايه المشاكل اللي قابلتنا من الناحيه الفنيه. والجهاز الفني بيبتدي يدرس، بيحط خطه وبيقول ان احنا المفروض نحقق في هذه البطوله ارقام محدده، اذا لم تحقق فهناك بعض النقاط المطلوب التركيز عليها والمطلوب التدريب عليها، وبالتالي يتم تلاشيها وتلافيها من في الفترات القادمه. فدي أكبر مكسب لينا إن احنا نقيم بطولة على أرضنا. صحيح. بوجود هذا العدد الكبير من الرماة، وده مكسب لمصر ومكسب للجهاز الفني لينا ومكسب لرماتنا اللي هم احنا متوقع لهم إن شاء الله يحققوا ميداليات في هذه البطولة. استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية إن شاء الله يعني يتم تنظيمه بشكل يليق بصورة مصر وبالشعب المصري، وأكيد ده هيكون لي العديد من المكاسب على كافة المستويات. كل التوفيق طبعا لحضراتكم، وإحنا منتظرين إن شاء الله إنه كمان يعني الرماة المصريين يشرفونا ويعني نلعب بشكل جيد جدا بإذن الله. أنا بشكر حضرتك سيادة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، شكرا لك يا فندم. هنروح لفاصل موجز لهم واخر الانباء، وهنستكمل باقي اخبارنا وفقراتنا بعد هذا الموجز. طيب، طول عمرنا عارفين انه البيض من الحاجات المهمه جدا اللي فيها بروتينات واللي لازم نتناولها احنا والاطفال بشكل يومي، لكن احنا في الحقيقه يعني لما بيكون في دراسات جديده لازم نناقشها ولازم نتكلم عنها، لان الامر ده متعلق بصحتنا، وكمان عشان نعرف مدى دقه هذه الدراسات. زعمت دراسه صينيه انه البيض المسلوق او المقلي أو المخفوق يعني كل أنواع البيض تقريبا يشكل تهديد للصحة، وأنه تناول المزيد منه يزيد من خطر الوفاة. الباحثون بيقولوا أكدوا أنه خطر الموت بيزداد بنسبة 7% لكل نص بيضة بما في ذلك الصفار، تمام؟ وأن الشخص الذي يأكل بيضة واحدة في اليوم لديه فرصة أكبر للوفاة بنسبة 14%. طيب، إحنا عايزين برضو نتأكد من هذه المعلومات. دكتور نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية. دكتور نهلة صباح الخير يا فندم. صباح الفل. يعني أولا الدراسة دي تحديث الدراسة كانت حصلت قبل كده في أمريكا سنة 2019 على برضو مجموعة من المرضى، وقالت ان هي ان البيض بيعلي نسبة الوفاة وبيزود الجلطات. طبعا دي دراسة غير دقيقة بالمرة، تمام، لانها بتعتمد على حضرتك. انا بجيب مجموعة من المرضى وابتدي اسألهم انت بتاكل بيض؟ اه. طب بتاكل كم بيضة في اليوم؟ طيب انت سألتيه على بقية الحاجات اللي عملها في حياتك، هل هو بيلعب رياضة ولا لا، هل هو مدخن ولا لا، هل هو طبيعته الغذائية بياكل مقرمشات، بياكل دهون غير صحيه ولا لا. البيض حضرتك بيور بروتين، بياض البيض من احسن الحاجات، يعني زيرو بروتين من احسن الحاجات. الناس اللي بتلعب رياضه عارفه كويس قوي يعني طبعا. ايه زيرو بروتين؟ صفار البيض بيحتوي على كميه كبيره وعظيمه جدا من الفيتامينز والمينرالز والمضادات الاكسده، فيتامين بي وفيتامين اي. طيب انا عايزه حضرتك يا دكتور نهله تقولي لي الناس اللي سنها كبير او يعني الناس اللي هي يعني زينا يعني تاخد كام بيضه في اليوم، والاطفال كام بيضه في اليوم؟ لا يا دكتور نهله، لا ده سؤال مهم يا دكتور نهله. لا نحاول بقى نجيبها مره تانية
علشان خاطر ايه؟ انا مش سامعه حضرتك. الناس الكبيره تاخد كام بيضه في اليوم والاطفال ياخدوا كام بيضه في اليوم؟ حضرتك عادي الناس الكبيره ممكن ياخد يعني مثلا بيضه واحده في اليوم، او يعني بمعدل مثلا نوصلها في الاسبوع 3 مثلا. البيض على فكره الكوليسترول اللي موجود في البيض بريء، البيض بريء من الكوليسترول. لا يا فندم يا دكتور، ده في ناس بتاخد 4 بيضات في اليوم. لا لا لا، هي واحده كفايه بالنسبه لكبار السن، على اساس ان هو مش عشان البيض، عشان يعني هو بالنسبه له يعني 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 ما فيش داعي التكتير من اي حاجه، مش حتى البيض. يعني هو كبير السن بيبقى الاجهزه بدات شويه تتعب، فاحنا بنحافظ عليهم يعني بنحافظ عليهم. طب هو يتغذى حاجات مختلفه. والشباب يعني الشباب لا، ممكن يعدي 2-3. عايزه اقول لك يعني طالما هو هيبذل مجهود كفايه مفيش مشكله. كوليسترول البيض بريء جدا جدا. ترسب الكوليسترول على الشرايين ده بيبقى احيانا يعني استعداد جيني اكتر منه للاكل، واخد بال حضرتك؟ ثانيا وجود السكريات العاليه في الاكل هو اللي بيؤدي الى الالتهابات والترسبات على الشرايين والجلطات، وليس يعني الحاجات العاديه. يعني هي بريء، البيض بريء من الكلام ده خالص. والاطفال ياخدوا بيضه واحده؟ مفيش مشكله خالص. البيض في منتهى الجمال. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، في برضو ملحوظه عشان الامانه العلميه. تمام. البيض الكويس المفيد جدا هو البيض اللي مش معمول في المزارع، اللي مش عليه. هو ده كان سؤالي التالي. بالظبط. البيض البلدي يعني بدل البيض البلدي اللي بيتكتب يعني عارف حضرتك بيتكتب عليه ان هو خالي، يعني هو من مش مزارع. ليه؟ لان طبعا بيبقى فيه اوميجا 3، والاوميجا 3 دي بتبقى جايه نتيجه لان الفراخ بتتغذى على بيض دود الارض. فده بيدي نوع من الاوميجا 3 في منتهى الجمال. دكتور نهله، هو احنا عندنا بيض بلدي وبيض ابيض. بقول لحضرتك في حاجات بتتباع في السوبر ماركت بيقول لك لا ده هو ده مش مزارع، او يعني ان هو عضوي. يعني مش لازم، يعني لو هو بيض بلدي او بيض ابيض. هو اصلا هقول لحضرتك هي الفكره ان البيض البلدي كمان دلوقتي ان الكتكوت بيتجاب من بره اصلا كده كده، ما عادش ان في ناس بتربي في بيتها مثلا يعني من الاول للاخر. لكن الفكره في ان هي الفراخ بتتغذى على ايه، وانت بتشتريها يعني حتى لو من سوبر ماركت مكتوب عليه عضوي خلاص اوكي هو مضمون. اهم حاجه ان هو ما يكونش في مزرعه، او يعني يتكتب انه اورجانيك يعني او طبيعي. مش عليه اورجانيك، برافو عليك. مش عليه، ما عندوش هرمونات. مش عليه هرمونات، مش عليه. او الفراخ كمان وكل اللحوم يعني لازم. انا هقول لحضرتك حاجه، انا مع يعني انا مع ان الواحد يدور على الكواليتي في الاكل مش الكوانتيتي. يعني ندور على اكل صح، ما ناخدش كبيره، يعني ننوع اكلنا، ناخد اكلات صح. يعني انا شايفه كويس ان الصحه اغلى بكتير قوي 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 من ان انا ادور على حاجه رخيصه مش مضمونه بالنسبه للاكل. طيب يعني احنا كده بنقول انه هذه الدراسه يعني مش سليمه 100%، وانه البيض ولا بسبب الوفاه ولا اي حاجه. مش دقيقه بالظبط، مش دقيقه. لان حضرتك عارفه طبعا انه اخبار زي دي تتنشر على السوشيال ميديا، الناس تخاف. انا برضو كويس قوي ان حضرتك يعني الحقيقه يعني برافو عليكي، او برافو على كل الاعداد الكاستنج بتاعك كلهم ان هم بيتحروا الدقه، ودي احسن صحيح. حاجه الحقيقه، احسن حاجه انتوا بتعملوها، لان فعلا الناس بتستقي معلومات غريبه. يعني انا بشوف معلومات غريبه جدا على السوشيال ميديا عشان يبقى ترند، او عشان يكتب حاجه الخبر يشدك وتخش تلاقي خبر تاني. يعني ابسط حاجه وفاه الفنانين. انا عايزه اقول لحضرتك كان في دراسه معموله على نيكولاس كيج بيعمل اي فيلم يبتدي يزيد عدد حالات الوفاه، والناس ترمي نفسها من البدايه بتغرق في حالات الوفاه. طب ايه علاقه؟ هم عاملين كولوريشن يعني باد، فيري باد، يعني مش حاجه صح ابدا. صحيح. ان هو يعمل دراسه علاقه كذا بكذا. انت ممكن تعملي كده وتحاولي توفقي العلاقه دي. يعني ابسط حاجه الواحد لو عنده زعم مش مظبوط ممكن يبني عليه حاجات مش مظبوطه. صحيح. انا بشكرك يا دكتور نهله على وجودك معانا، شكرا ليكي على التوضيح. We'll be right back.
امبارح أعلنت جامعة الجلالة الأهلية عن بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء والخميس، وبعد أن تقدموا بأوراقهم على موقع التقديم الرسمي للجامعة. جاكلين ماهر معانا من هناك هتوضح لينا المزيد من التفاصيل. جاكلين صباح الخير، انت النهارده موجوده معانا في مشروع بيعتبر من اهم طبعا ما نفذ على ارض مصر الفتره الاخيره، لو توضح لنا طبعا المزيد من التفاصيل لديك يا جاكلين. صباح الخير. صباح الخير عليك خلود، وصباح الخير على كل مشاهدي شاشة إكسترا نيوز. بالفعل من أهم الجامعات الأهلية التي نفذت في مصر، وهي أحد وأهم يعني من يعني الجامعات الأهلية الهامة التي نفذت في الأونة الأخيرة، يعني جامعة الجلالة الأهلية. وبالفعل يعني يومين استمرت في استقبال الطلاب الذين يتقدمون بأوراقهم الرسمية على موقع الجلالة، موقع جامعة الجلالة الأهلية، لأداء الاختبارات القدرات الخاصة لاستقبال أو للقبول في الفصل الدراسي الثاني بجامعة الجلالة الأهلية. يعني خلود نتحدث عن هذه الاختبارات التي يعني استعدت لها جامعة الجلالة من خلال تجهيز 5 قاعات مجهزة بحوالي وسعة سعة إجمالية لحوالي 80 أجهزة حاسب آلي، أيضا تستقبل طلاب من يعني من جميع المحافظات على طلاب الثانوية العامة، وأيضا الشهادة المعادلة لطلاب الثانوية العامة سواء كانت العربية أو الأجنبية. ويعني أيضا استعدت من خلال يعني اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا. أيضا هذه الاختبارات هي مقياس للقدرات، ويعني يعني القياس لقدرات الطلاب في مختلف البرامج التي يتقدمون إليها. ونعلم أن جامعة الجلالة بها يعني عدد من المجالات العلمية المتعددة وهي رائدة في هذا الموضوع. نتحدث عن مجالات متعددة من علوم إدارية وعلوم اجتماعية وإنسانية، وأيضا علوم التمريض وعلوم الهندسة والإنتاج الإعلامي والفنون والتصميم والعلوم الصحية والتطبيقية وعلوم الحاسب الآلي والهندسة وعلوم أساسية متقدمة. يعني جدير بالذكر أن هذه الجامعة على مساحة 173 فدانا بتشمل حوالي 60 برنامجا على يعني وتشمل 15 كلية بمختلف المجالات العلمية. هي يعني نموذج تعليمي شامل في المجالات الجديدة الحديثة، يعني نموذج يعني يعكس تعليم عالمي وفقا للمعايير العالمية الدولية وتناسب الطلاب في مصر وأيضا في العالم. يعني هذه الجامعة على مدار يومين تستقبل الطلاب لأداء الاختبارات، اختبارات القبول في الفصل الدراسي الثاني، وبدأت الفصل الدراسي الأول في أكتوبر 2020. ويعني تم إنشاء هذه الجامعة على مدار عامين، وبدأت الجامعة في تنفيذ كافة الجامعات والكليات الخاصة بها منذ عام 2018. هي صرح علمي كبير بيستقبل الطلاب اليوم لأداء الفصل أو لاستقبال والقبول في الفصل الدراسي الثاني. نتحدث عن هذه الاختبارات، اختبارات لقياس القدرات من خلال اختبار يعني التفكير النقدي واختبار للغة الإنجليزية، ويعني مقياس للقدرات والمهارات الخاصة للطلاب، وذلك ينطبق على البرامج التي يختارها الطالب ويتقدم إليها. ويعني من خلال هذه الاختبارات يعني يكون للطالب الحق في دخول الجامعة من عدمه أو الالتحاق بهذا البرنامج من عدمه. أيضا هناك خدمات خاصة في جامعة الجلالة واهتمام خاص بجامعة الجلالة من خلال الخدمات والمرافق المتعددة، من خلال توفير مستشفى خاص وأيضا
ايضا مساكن للطلاب وايضا وسائل وخطوط نقل خاصه من مختلف المناطق الرئيسيه الى جامعه الجلاله الاهليه. يعني هذه الجامعه هي صرح علمي كما ذكرنا، مجالات متعدده مختلفه تناسب يعني سوق العمل وتطوير الطلاب ليناسبون سوق العمل، ويعني ان يكون لهم يعني في المجال التكنولوجي يناسب المجال التكنولوجي او جميع المجالات العلميه التي تناسب سوق العمل. يعني ربما هذه ابرز التفاصيل حتى هذه اللحظات، ونتابع معكم على مدار اليوم حيث يبدا الطلاب في التوافد من 10 صباحا وحتى 3 مساء. اليك خلود. جاكلين انا بشكرك على كل هذه المعلومات الوافيه، شكرا لك. حياة كريمة لتحسين جودة حياة المصريين ضمن توجيهات القيادة السياسية بدعم القرى الأكثر احتياجاً وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً ومتابعة دورية لأداء وتقييم المشروع القومي حياة كريمة. أنشأت مؤسسة حياة كريمة علشان تكون مظلة رسمية للشباب المتطوع لمتابعة وتقييم أداء المشروع القومي حياة كريمة. تضم عدد من الشباب المتطوعين الواعدين اللي بيسعوا للإسهام في تحقيق دور فاعل في تلك المبادرة. تفاصيل أكثر هنعرفها في الإنفوغراف. دوغلاس فندق جليدي هو بيعتبر الأول من نوعه في كندا، اسمه دوغلاس، تم افتتاحه الشهر اللي فات ويعاد بناؤه سنويا على مدار 21 سنة باستخدام التلج والجليد. بيحتوي الفندق على قاعة كبيرة وكنيسة 15 جناح خاص وست غرف. الفندق فيه مجموعة من منحوتات التلج أكبر من الطبيعة بتسمح ليك بتجربة فريدة جدا، تجربة تأثيرات بصرية وأوهام غير عادية، وكمان في غرفة للعب الهوكي، كمان في غرف ساونا. نفذوا حوالي 50 عامل في 6 أسابيع، والتلج هو المادة الأساسية للمبنى. استخدمت نسخة هذا العام من الفندق 15 ألف طن من الثلوج. يظل الفندق في مكانه حتى نهاية مارس عندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، وطبعا لظروف كورونا اللي منعت السفر بين الدول كان من الصعب زيارة الفندق هذا العام لناس كتير، صعب جدا طبعا. ومنذ إنشاء الفندق زار مليوني شخص وأقام حوالي 70 ألف ضيف بين عشية وضحاها، ويتوقع البعض أن الفندق بيحقق أكثر من 10 مليون دولار كل عام للاقتصادات المحلية والإقليمية والوطنية. طبعا الفندق ده على فكرة يعني شهير وتم تنفيذه في عدد من الدول، ولكن ده بيعتبر يعني التجربة اللي هي الفريدة والأولى في كندا، لأنه في الحقيقة يعني المنحوتات في غاية الجمال. وطبعا نظرا للجو هناك والطقس، فأنت عندك أنه التلج ممكن يبقى كده ماسك نفسه ما يسحش. وموجود يعني التجربة دي موجودة، بس موجودة زي مطاعم كده، زي أماكن كده، كافيهات صغيرة في بعض الدول اللي هي الطقس بتاعها يسمح لها أن هي تبني هذا النوع من الفنادق أو هذا النوع من يعني الثلوج. ولكن هذا الفندق في كندا من الفنادق المعروفة جدا جدا، ناس كتير تحب تزورها وتشوفها، لأنه المنحوتات بتكون في غاية الجمال، كل حاجة بتكون كمان مصنوعة من الثلج.
في هذا يعني التوقيت من كل سنة بيتم كمان بناؤه، وناس كثيرة جدا بتحب تروح وتزوره وتخوض هذه التجربة. ظاهرة استخدام الأطفال من قبل ذويهم لتحقيق أرباح من خلال يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بنشوفها، ودي بتمثل إشكالية كبيرة جدا في المجتمع بسبب سعي العديد منهم علشان يركب الترند والجري وراء الربح السريع من خلال بقى نشر يعني مقاطع فيديو لمقاطع في حياة الأطفال اليومية بتخترق خصوصية الأطفال في مواقف مثيرة للضحك، وأخرى كمان بتسعى لاستعطاف المشاهدين. تأثير المتاجرة بالطفل دي علي، أولا انتهاك الخصوصية وانتهاك حقوقه في أنه يعيش حياته بشكل طبيعي كغيره من الأطفال، تأثيره السلبي على هذا الطفل بتكون عاملة إزاي؟ دكتور صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ خلود، وصباح الخير على السادة المشاهدين جميعا، وأنا وسهلا بحضرتك. يعني إيه أسباب انتشار هذا الكم من انتهاك خصوصية الأطفال اللي ممكن في بعض الأحيان كمان يعني الأهالي بيرتكبوا جرائم ضد أطفالهم بشكل كبير جدا احنا بنشوفه بينتشر الفترة الأخيرة؟ ده حقيقي. خليني أقول استخروت في الأول، إحنا وفقا لبيانات وزارة الاتصالات العام الماضي بلغ عدد المستخدمين للإنترنت قرابة 40 مليون بنسبة 48% بمعدل انتشار تخطى 55%. كمان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في سبتمبر العام الماضي كان نزل مؤشر عن استخدام الإنترنت في ساعة واحدة بس، تبين 60 دقيقة خلال أشهر الصيف يونيو يوليو أغسطس، تبين أنه نسبة استخدام في الساعة كان 2 مليون مستخدم بنسبة مشاهدة تخطت 50 مليون. دي أرقام كبيرة تدلنا أن الإنترنت النهاردة يشكل بالنسبة لنا يعمل إشكالية كبيرة، الاستخدام واسع، نسبة الأطفال تتخطى فيه الملايين، مشاهدات قد يكون بعض منها ضارب الأطفال أو تحت مسمى العنف ضد الأطفال. فيما يتعلق بإساءة استخدام الأهالي أو الأسر لأطفالهم، الحقيقة في الفترة اللي فاتت إحنا رصدنا أكتر من بلاغ في خط نقد الطفل خلال العام الماضي، تخطينا 20 بلاغ يتعلق باستخدام الأسر استغلالهم لأطفالهم في نشر فيديوهات على برامج سواء تيك توك أو لايك أو ما شابه ذلك من البرامج. الفكرة كلها أيمن الأسر إزاي يحققوا شهرة ويجنوا أرباح ولو كان على حساب الطفل، وزي ما حضرتك قلتي الفيديوهات دي للأسف فيها انتهاك لحقوق الطفل وإساءة كرامته، تأثير على نفسيته، بعضها ضار صحيا ونفسيا بالأطفال. الأسر للأسف كل اللي بتبغيه تحقيق نسبة مشاهدة عشان تحقق نسبة أرباح، بعضها بعض هذه الفيديوهات وفقا لتحقيقات النيابة العامة كاد يصل إلى استغلال الأطفال تجاريا، وده مجرم في الدستور المصري مادة 80 وكمان مجرم وفقا لمادة 291 من قانون العقوبات. احنا عندنا قانون العقوبات استغلال الأطفال تجاريا، مكافحة الإتجار بالبشر، هل بالفعل يعني القانون عندنا بيمنع المتاجرة من النوع ده خصوصا ان هي يعني بتيجي من الأهل، فاحنا عندنا العقوبة موجودة في مثل هذا النوع من انتهاك لخصوصية الأطفال او يعني او استغلالهم لتحقيق الربح المادي؟ ده حقيقي. لدينا الماده 291 في قانون العقوبات المضافه بتعديلات قانون الطفل المصري بالقانون 126/2008 اللي منعت استغلال الاطفال تجاريا او جنسيا او اقتصاديا. العقوبه بتصل للسجن مشدد 5 سنوات وغرامه قد تصل الى 100,000 جنيه. لدينا قانون مكافحه التجار بالبشر القانون 64/2010 اللي بتصل فيه عقوبه استغلال الاطفال او التجار بالاطفال في توفق المادة الستة من القانون قد تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 جنيه إذا توفرت أي من الحالات السبعة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون، اللي من ضمنها أن يكون المجني عليه طفلا أو من عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
استغلال الاطفال الفتره الاخيره. للاسف رصدنا عده فيديوهات، احنا المجلس القومي للطفوله والامومه وحضرتك متابعين معانا احلنا بعض البلاغات النيابه العامه للتحقيق فيها، وكان من ضمنها وقائع شهيره مع يوتيوبر مطرب استخدم طفل بعض الفيديوهات، لان للاسف احنا نتعرض للمحتوى الفني، لدينا بعض المحتويات الفنيه فيديوهات بتنتشر لاطفال بيقدموا عمل فني راقي مهادف، بالعكس احنا بنكرمهم. والسيد الدكتور صاحب السنباطي الامين العام للمجلس القومي للطفوله والامومه بتساعد على كده، وسبق لنا تكريم احدى طفله بتقدم فيديوهات على اليوتيوب، على اليوتيوب بتقدم توعيه للاسر ازاي تتعامل مع اطفالهم. لكن لما يصل الامر لاستغلال الاطفال وتقديم محتوى غير هادف، بالعكس يؤثر على اخلاقياتهم، سلوكهم، الفاظ غير مقبوله او عرض اشكال غير مقبوله، حركات غير مقبوله، بالتاكيد ده بالنسبه لنا بيشكل انتهاء لحقوق الاطفال، وبالتالي بيقع على المجلس القومي للطفوله والامومه عبء انه يتصدى للعنف ضد الاطفال، وخاصه فيما يتعلق باستخدام الانترنت، سواء استخدام الاسر للاطفال واستغلالهم اقتصاديا وتجاريا، او الاضرار بالاطفال اذا ما استخدموا مواقع غير امنه او غير مقبوله للاطفال وسنهم. ازاي القانون كفل للطفل الحمايه عبر تلقي البلاغات المقدمه من قبل الاطفال نفسهم اللي بيتم انتهاك حقوقهم وحريتهم؟ احنا على المستوى العام خط نجد الطفل 16000 بيعمل مدار 24 ساعه بيتلقى البلاغات من الاطفال والبالغين فيما يتعلق بتعرض اي طفل للخطر او عنف او اهمال. احنا بنتلقى البيانات في سريه تامه، من حق المتصل ما يقولش بياناته، بنشتغل مدار 24 ساعه، بنحيل البلاغ ونفحصه من خلال زملائنا في خط النجد الطفل او لجان حمايه الطفوله على مستوى المحافظات او المراكز، او من خلال الجمعيات الشريكه مع خط نجد الطفل. اذا ما تبين ان البلاغ يتعلق بانتهاك لحقوق طفل او يشكل جريمه او تعريض حالات طفل للخطر، بنحيل الامر للنيابه العامه لاعمال شؤونها فيما يتعلق بحالات تعريض الاطفال للخطر. البلاغات يا فندم تقريبا يوميا او اسبوعيا اللي بتجيلكم من قبل اطفال بالفعل بيتعرضوا للعنف، بيتعرضوا لانتهاك خصوصية، تقريبا ممكن نقول قد ايه؟ وايه نوع البلاغات كمان؟ احنا العام الماضي 2020 قفلنا العام من 1/1 حتى 1/2/12/2020 بلغ بلاغات الواردة لخط نقد الطفل 11671 بلغ. للأسف النسبة الأكبر منهم بتتخطى الثلث، كانت تتعلق بالعنف ضد الأطفال سواء عنف لفظي أو جنسي أو بدني. فيما يتعلق بلاغات الانترنت تحديدا ما هياش الحمد لله السنه اللي فاتت ما كانتش كبيره، زي ما قلت لحضرتك في حدود 21 بلاغ ما بين استغلال الاسر للاطفال في تقديم فيديوهات للاطفال من اجل التربح والشهره، او استغلال وابتزاز الاطفال عن طريق الانترنت، ودي فرصه كويسه مع حضرتك ان احنا نحذر اطفالنا ما يخشوش على مواقع مش معروفه، ما يتواصلوش مع اشخاص غير معروفين، ما يحاولوش يتعرضوا لمشاهدات برامج او تطبيقات لا تناسب سنهم او تكون غير مقبوله، وبيقع على الاسر هنا عيب انها تتابع، مش عاوزين نقول تراقب، تتابع الاطفال وهم موجودين على الانترنت، ما نسيبش اطفالنا فترات طويله ماسكين التليفون او الكمبيوتر او اللاب او ما شابه ذلك دون رقابه، منفصلين عن نفسهم، قاعدين فضل قافلين عن نفسهم، نتابعهم، لازم نتابعهم، لاني للاسف ان النهارده قلت لحضرتك ملايين بيستخدموه التطبيقات، الانتشار ما عليهوش رقابه، فوارد جدا بيبقى في عرض تطبيقات او فيديوهات غير مناسبه للاطفال ولا لسنهم ولا لاخلاقهم كمان. في حاله ان الاهالي استمروا على استغلال الطفل بس ما حدش بلغ، دور المجلس القومي للامومه والطفوله ايه؟ احنا الاداره العامه لجنه الطفل بنشتغل بنتلقى بلاغاتنا زي ما قلت لحضرتك من خلال 16000، من خلال رقم واتساب، من خلال كمان الموقع الالكتروني لخط نجد الطفل على منصات التواصل الاجتماعي، كمان لدينا زملائنا وحده التواصل الاجتماعي، لدينا زميله مهمتها ترصد كل الفيديوهات او المنشورات تتعلق او بوست يتعلق باطفال وتفحصه، اذا ما تبين ان البوست المنشور او الفيديو يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل او اساءه لكرامته، بيتم على الفور احاله البلاغ لزملائنا في متلقي البلاغات، يسجلوا بلاغ ويتم التعامل معاه مع الجهات المعنيه اذا كانت وزاره الداخليه او النيابه العامه مشكوره اللي ما تتوناش معانا في فحص هذه البلاغات والتعامل معها على وجه السرعه لحمايه اطفال. احنا ما بنكتفيش بالبلاغات اللي بتجينا على 16000 زي ما قلت لحضرتك، احنا كمان بنرصد المواقع التواصل الاجتماعي، نرصد الفيديوهات، التطبيقات اللي بتنتشر، ونشوف اذا كان فيها انتهاك للاطفال لخصوصيتهم لحقوقهم، فيها تعريض للاطفال سواء اخلاقهم او صحتهم للخطر، بنرصدها ويتم التعامل معها وفقا لكل حاله. طيب يمكن احنا واحنا بنتكلم عن اضرار السوشيال ميديا زي ما بنقول ان هناك بعض الاهالي اللي بيتم استغلال الاطفال
للتربح المادي بشكل ينتهك الخصوصيه، وده ممكن يعرضهم او يعرض نفسيتهم او يعرضهم لشيء مؤذي مش مناسب لسنهم. كمان احنا برضو بنشوف يا فندم يعني حاجات غريبه جدا موجوده، زي الاهالي اللي بيعرضوا مثلا اطفالهم للبيع. هنا المجلس بيكون دوره ايه وازاي بتمنعوا كمان هذه الظاهره؟ فيما يتعلق بهذا الجزء برضو احنا بنتلقى بلاغات عن 13000، والفتره اللي فاتت احنا الحمد لله زملائنا في وحده التواصل الاجتماعي رصد عده بوستات او منشورات منشوره على بعض مواقع او منصات او صفحات التواصل الاجتماعي بتتعلق بعرض اطفال للبيع. جريمه عرض الطفل للبيع دي جريمه مقدمنه منصوص عليها او مجرمه منصوص عليها في القانون زي ما قلنا 4 سنة 2010. واذا كان كمان المرتكب الجريمه من اسره الطفل او كان المجني عليه طفل زي ما قلنا الجريمه بتضاعف وفقا للقانون 4 سنة 2010. التجارب البشر وخصوصا بيع الاطفال بتصل فيه العقوبه الى السجن المؤبد وغرامه حوالي 500,000 جنيه. لما بنرصد صفحات بتعمل نشره او اعلان عرض اطفال للبيع على الفور بنحيل الامر النيابه العامه، ولدينا واقع كتيره مفتوحه حاليا محل تحقيقات امن النيابه العامه بيع اطفال. احنا يمكن الفتره اللي فاتت حوالي كام شهر كان توسع الموقع التواصل الاجتماعي يعني انتشر واقعة عرض اب وام لطفلهم عنده 4 شهور في منطقه البطاريه تبع دائره قسم شرطه البطاريه. احنا تم ابلاغ النيابه العامه وتم التحقيق معاهم. للاسف بعض الاهالي الكلام او الردود بيقولوا الظروف الماديه الحاجه الماديه، لكن مش كل يعني شخص وقع في ضيق او عسر مادي يتصرف في اطفاله، دي جريمه لا يجوز ابدا ان احنا نتعلل باي سبب اي مكان. حمايه الطفل وخصوصا محافظه عليه وحمايته من الاستغلال او الاتجار به دي جريمه واضحه منصوص عليه في قانون العقوبه القانون العقوبات وقانون 64/2010 جريمه صريحه لا يجوز التعلل فيها باي اسباب او مبررات. مجرد عرض الطفل للبيع او الشراء من شخص اخر دي جريمه بتقع فورا وبيحال الامر النيابه العامه وتحال المحكمه وزي ما قلت لحضرتك عقوبتها قد تصل الى السجن المؤبد. ده بالنسبه للاهالي او بعض الاهالي اللي ممكن يعرضوا اطفالهم للبيع والحمد لله تم رصد هذا الموضوع، ده ممكن يصل للسجن المؤبد. ماذا عن تعذيب الاطفال؟ دي عقوبتها ايه؟ عايزين كمان تعذيب الاطفال. للاسف احنا ما عندناش في القانون المصري نص يجرم التعذيب. احنا ما يتم التعامل معاه اما من خلال الماده 96 من قانون الطفل حالة تعريض الطفل للخطر، اذا ما الخطر تعدى لمرحله ضرب احيانا بيوصل لحروق وكدمات. احنا لدينا بلاغ لسه جاينا خلال هذا الاسبوع من بورسعيد، الطفله حروق في جميع اجساد جسدها بالكامل، حروق وكدمات. بيتم احاله الامر النيابه العامه ويتم ضبط المتهمين اذا كان الاب او الام، احيانا زوج اب او زوجه الام. دي بتبقى جريمه وفقا لاحكام قانون العقوبات ضرب بحسب درجاته، اذا كان ضرب بسيط، اذا كان ضرب اقطع العمل، ضرب سبب لعاهه او تشويه، واحيانا الضرب بيصل للوفاه، ودي منصوص عليها في قانون العقوبات بتصل من الحبس للسجن. طيب احنا كمان عندنا فكره الزواج المبكر او الخطوبه اللي احنا بنشوفها دي في بعض الصفحات للاطفال لم يتجاوز عمرهم 11 سنه و 12 سنه. كمان هنا لما بتشوفوا الحاجات دي على مواقع التواصل الاجتماعي ايه اللي بيتم؟ ايه الاجراءات اللي بتتم؟ الحقيقه ان احنا بيتم رصد فعلا بلاغات عديده عن زواج الاطفال، وزواج الاطفال مش عايزين نقول زواج كسرات عشان السن الكستر ده في القانون المدني والقانون الآلي المالية له تنظيم خاص. احنا فيما يتعلق بالنسبه لنا في قانون الطفل سن الطفل وفقا لماده 80 الدستور والقانون الطفل المصري 1296 سن الطفل 18 سنه. اذا ما تم القانون طبعا الطفل وقانون الاحوال المدنيه بيمنع توثيق زواج الاطفال ما دون ال 18 سنه. الحقيقه للاسف ان الاسر بتلجا لطرق اخرى خلفيه زي زواج العادي العرفي. احنا فعلا رصدنا عده وقائع تتعلق بخطوبه او زواج اطفال ما دون هذا السن. احنا عايزين يا فندم ارقاءات، يعني عايزين ارقام، عايزين مؤشرات اوليه يعني لهذا النوع من البلاغات او الارقام. السنه اللي فاتت احنا العام الماضي احنا تخطينا كنا تقريبا قرابه 1000 حاله تم احالتهم من النيابه العامه. الحمد لله نجحنا في حالات كثيره قوي في احباط الزواج. يمكن احنا مواقع التواصل الاجتماعي او الاعلام نشر بعض الحالات اللي احنا
تصدينا ليها، لكن احنا بتواجهنا عقبه رئيسيه تتعلق ان زواج الاطفال في مصر للاسف ما عندناش قانون. احنا مقدم قانون لمجلس النواب الماضي من 2018 كان بيناقش، وللاسف لم ينتهي منه مجلس النواب ولم يصدر. نتمنى مجلس النواب الحالي يتصدى لهذا القانون. لدينا قانونين مهمين جدا يتعلقوا بممارسات الضارة ضد الأطفال، قانون تجريم زواج الأطفال أو منع زواج الأطفال، وقانون تجريم أو تجديد عقوبة ختان الإناث. القانونين هي تجريم ختان الإناث أو تجديد ختان الإناث، مجلس الوزراء الشهر الماضي مشكورا وافق على العقوبات أو التجديدات اللي حصلت فيه، وده إن شاء الله في مجلس الوزراء يحل مجلس النواب. تجريم زواج الأطفال أو منع زواج الأطفال، المشروع القانون مراجع من وزارة العدل ومجلس الدولة ومقدم لمجلس النواب، وكان نوقش بالفعل في مجلس النواب الماضي الفترة الماضية لكن ما صدرش. من 2018 موجود، احنا نتمنى يصدر عشان يبقى دايما احنا بالأمس بالفعل تم مناقشة وصريحة. موضوع ختان الإناث وتأثيره السلبي النفسي على السيدات سواء بعد الزواج أو حتى على المدى القريب. ويعني احنا برضو عايزين نتكلم في نقطة تانية هنا، الدور التوعوي للمجلس. هل احنا فقط بنراقب بنتخذ بعض الإجراءات القانونية، ولا كمان هناك توعية بننزل بقى نقوم بدور توعوي في بعض الأماكن، في بعض القرى، في بعض مش بس كده، لا ده كمان احنا بنشوف بعض الأهالي اللي بيستغلوا أطفالهم في التربح، الاستغلال المادي للأطفال. ف بشكل عام دور المجلس التوعوي في هذا الموضوع، احنا دور المجلس بيبدا بدايه تدخل وقائي قبل ما يقع الخطر على الطفل. لازم اتدخل من خلال زملائنا في اللجان العامه لحمايه الطفوله واللجان الفرعيه في المراكز والقرى على مستوى المحافظات، من خلال زملائنا في الجمعيات الشريكه مع خط نقد الطفل. لدينا دور مهم في التدخل الوقائي، بنشوف الاماكن اللي قد يقع فيها انتهاكات الاطفال بيقدموا فيها توعية، إذا كان منطقة مشهورة عنها فيها زواج أطفال بينزلوا يقدموا فيها التوعية، محافظة أو منطقة ينتشر فيها ختان، منطقة فيها معدلات معينة من تسرب التعليم أو العنف ضد الأطفال بيتدخلوا. الدور الأهم من أن أنا أرصد الجريمة أبلغ عنها، لا، اللي قبل كده أحافظ على الأطفال وممنع ارتكاب الجريمة بداية أنها تقع عليهم عشان أحميهم، يبقى كده دوري الرئيسي. وده بيجي من خلال حملاتنا المستمرة والتوعية والندوات بيقوم بيها المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفة مستمرة، من خلال صفحاتنا، من خلال زملائنا في اللجان الفرعية، من خلال زملائنا في جمعيات الشريكة، بننزل على الأرض نقدم دورات وتدريبات للأسر والأهالي إزاي يتعاملوا مع الأطفال. الحملات اللي بيعلنها المجلس القومي للطفولة والأمومة كل فترة سواء بالهداوة مش بالأساوة، الحملة الأخيرة اللي أطلقت أمس متعلقة بالاستخدام الآمن للإنترنت، حملة أماني دوت كوم، دي دايما ده دور المجلس. حملات مستمرة فيما يتعلق بمظاهر أو تصنيفات تعريض الأطفال للخطر أو العنف، بصفة مستمرة بننظم حملات أو تدريبات أو توعية للأسر، بننزل للقرى، بننزل للمحافظات، نقدم التوعية اللازمة للأسر لحمايتهم سواء من العنف في مجالات زي منع الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، حتى زي ما حضرتك حلقة النهاردة أو فقرة النهاردة عن الاستخدام الآمن للإنترنت، لدينا فيها حملات وتوعية أيضا. طيب ويمكن احنا اتكلمنا عن موضوع الختان، هل في أرقام معينة نقدر ان احنا نشير إليها؟ لأنه الفترة الأخيرة في الحقيقة يعني الإعلام كثف جهوده، المجلس القومي وبعض المنظمات في فكرة محاربة هذه الجريمة، هل عندنا أرقام أو إحصاءات قلت بنسبة قد إيه؟ تمام، زي ما حضرتك تعرفي احنا ما كانش عندنا قانون تجريم ختان الإناث في مصر. أول قانون صدر بتعديلات قانون التف 16/2008 بإضافة المادة 242 مقرر قانون العقوبات، ودي كانت عقوبتها الحبس. بعد فترة وإفرازات المجتمع والتجربة على الأرض تبين أن العقوبة للأسف غير رادعة، وبالتالي كان مع وفاة الطفلة ميار في السويس كان تعديل القانون 2016 بالقانون 78 سنة 2016 اللي حول الجريمة من جنحة لجناية والعقوبة من الحبس للسجن. لكن للأسف الأرقام بالنسبة لنا والمؤشرات كانت عالية. وفقا للمسح السكاني الصحي العاشر الأخير في مصر سنة 2014 اتكلم أن ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 ل 17 انخفض عن المسح اللي قبله 2008 كنا حوالي 74%، في مسح 2014 وصلنا ل 61% بمعدل انخفاض قرابة 13%. الأرقام بالنسبة لنا مش مجدية،
مش ده طموحاتنا، مش ده المأمول. احنا نأمل لقضاء نهائيا على اختان الناس في مصر، وبالتالي كان تشكيل اللجنة الوطنية لقضاء اختان الناس بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تعمل على توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية والجهات الشريكة عشان نحقق الغرض والهدف من إنشاء هذه اللجنة هو القضاء على اختان الإناث في مصر. نتمنى لما رصدنا وفق المؤشرات الأخيرة مع جهود حضراتكم وجهود كافة مؤسسات الدولة أنه بالفعل يتم القضاء على ختان الإناث والعنف ضد الأطفال، تعذيب الأطفال، الزواج المبكر وكل ما يتعلق بي يعني المس بأي طفل. وكمان من ضمن هذه الأمور فكرة أن احنا نستغل الأطفال بشكل مادي لتحقيق أرباح مادية ونضيع طفولتهم بشكل كبير جدا بسبب سلوكيات بعض الأهالي. أنا بشكرك على وجودك معنا دكتور صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. طيب أنا بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وأسيبكم مع بقى هذا الخبر الحلو إنه مصر بتحتل المركز الأول في تصدير العسل الطبيعي في الوطن العربي وبتدور لعدد كبير جدا من الدول منها أمريكا واليابان مراحل كبيرة بتمر بيها صناعة العسل. هنعرف تفاصيل أكتر عنها في التقرير اللي جاي وأنا بشكركم مشاهدين على حسن المتابعة. تحتل مصر المركز الأول في تصدير العسل الطبيعي في الوطن العربي إلى دول أمريكا واليابان وعدد من الدول الأسيوية. بلغ إنتاج العسل سنوياً ما يقرب من 15 طناً سنوياً، ويتم تصدير ما يقرب من 2500 إلى 3000 طن في العام، وهذا يرجع للتنوع المناخي والنباتي في مصر، وهذا ما يمكنها من إنتاج أنواع عديدة من العسل المطلوب خارجياً. وتمتلك مصر 2 مليون خلية نحل، وهو ما أهلها لإنتاج 15 طناً من العسل كل عام. مصر دلوقتي هي الأولى عربياً في إنتاج عسل النحل، وهي الأولى في تصدير الكميات من 2500 إلى 3000 طن في العام. ده رقم في قطاع تربية نحل العسل كبير مش صغير، لكن احنا لحد دلوقتي المنافسة عربية أو المنافسة إقليمية. لكن احنا بندعو مع وزارة الزراعة، اتحاد النحلين العرب مع وزارة الزراعة، إن مصر توصل 4 مليون خلية نحل. لما هنوصل 4 مليون خلية نحل هنقدر نصدر من 7000 ل 10000 طن من العسل. إنتاج العسل يمر بعدة مراحل، بداية من الخلية ونقله من المنحل وتحليله وفرزه من أجل توصيف العسل والتصدير، ثم يتم نقله إلى معمل التجهيز والاختبار وتدفئته، والمرحلة الثانية يتم وضعه داخل تانكات ليتم حفظه، والمرحلة الأخيرة تتم تعبئته داخل عبوات زجاجية لحين تصديره إلى الدول العربية والأجنبية.